بهذه الشركة، يعني قمت بالسحب أكثر من 5 مرات في هذه الشركة صادقة وصادقة جدا، ولن تنصب أبدا، يعني مستحيل أن تنصب. أنت الآن يعني تتكلم أو تتعامل مع شركة متواجدة على أرض الواقع، وليس فقط موقع وهكذا، يعني هذه الشركة متواجدة في أرض الواقع ومقرها في تايلاند. هذه الشركة لن تنصب أخي الكريم، قم بوضع أموالك دون خوف، يعني هذه الشركة مستحيل أن تنصب، يعني قم بوضع أموالك بدون أي خوف وقم بالاستثمار في هذه الشركة، ستغير حياتك 360 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، قبل البداية في الشرح أريد منكم لايك لهذا الفيديو، أريد الكثير من اللايكات لهذا الفيديو لكي أتأكد من مدى اهتمامكم بشروحات كريبتو مايننج فارم وهذه الشركة الرائعة، لكي أشارككم استراتيجيات رائعة جدا للربح من هذه الشركة. سبسكرايب وتعليق يعني تحفيزي، وأي شيء لم تفهمه قم بالتواصل معي في صفحتي على الفيسبوك التي ستجدونها أسفل الفيديو في الديسكريبشن. المهم أعزائي المشاهدين، يعني طريقة التسجيل والاستثمار كل شيء شرحته، فقط سأدخل مباشرة إلى حسابي هنا بضغط على اللوجين، وسأدخل إلى حسابي في هذه الشركة أو في هذا الموقع الرائع. كما تشاهدون أعزائي مشاهدينا، كذا دخلت إلى الحساب الخاص بي في شركة كريبتو مايننج فارم. كما تشاهدون ستشاهد جميع المعلومات، عدد الجيجا هاش، الأرباح، كما تشاهدون الأرباح الخاصة بي إلى غاية الآن والتي لم أقم بسحبها هي 0.0031 بيتكوين. كما تشاهدون يعني جميع المعلومات ستجدونها هنا. كما تشاهدون قمت بسحب ويذراو، كما تشاهدون في الهيستوري قمت بسحب 0.014 إيثيريوم، يعني فقط يعني هناك مشكل في الشركة وهي يعني تأخر الدفع، يعني في السابق كان الدفع فوري، يعني تطلب السحب وسيصلك مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك، لكن الآن أصبح السحب يستغرق يعني من يوم إلى 7 أيام، يعني من يوم إلى أسبوع أو 10 أيام، لكن السحب سيصلك، يعني السحب سيصلك، وهذا المشكل سيحل نهائيا في تاريخ 10 أكتوبر وسترجع الشركة تدفع بشكل لحظي، لكن يعني هذا شيء لا يدل على أن الشركة ستنصب أو شيء من هذا القبيل. الشركة لن تنصب معك أخي الكريم، قم بالاشتغال بدون أي مشاكل. كما تشاهدون سحبت في العديد من المرات، كما تشاهدون سحبت 0.014 إيثيريوم، سحبت 0.005 بيتكوين، سحبت 16 يونت، 10 يونت، 2 يونت، يعني سحبت 0.006 بيتكوين. جميع هذه السحوبات وصلتني بدون أي مشاكل. تخيلوا أخي الكريم، أنا دخلت إلى هذه الشركة فقط ب$60، والآن أصبح لدي يعني دخلي اليومي هو $2، يعني $2 يوميا فقط، أنا دخلت ب$60. والاستراتيجية التي أتبعها هي إعادة الاستثمار، دائما يعني أقوم بإعادة الاستثمار وتكبير الرأس المال الخاص بي. كما تشاهدون يعني هنا نتأكد من السحب، كما تشاهدون السحب طلبته في 17/9/2018. شاهدون هنا ندخل إلى محفظة إكزودوس، كما تشاهدون وصلني السحب في 20 سبتمبر، يعني بقي فقط 3 أيام. كما تشاهدون 0.014 إيثيريوم، يعني لا توجد اقتطاعات كبيرة، وصلني السحب في 20 سبتمبر، أي بقي معي 3 أيام فقط وصلني السحب. الشركة رائعة جدا. هنا يعني سنتأكد من التحديثات التي قام بها الموقع. كما تشاهدون يقول لك اي سي بور هاف اكتيفد، يعني هنا الشيء الجديد الذي اضافته الشركه هو يعني الدعم الذكي. كما تشاهدون فقط تضغط هنا، يعني اذا لم تفهم اي شيء وعندك مشكل في الموقع تضغط هنا وستكتب اي رساله وسيجيب لك مباشره. وهناك يعني الكثير من التحديثات الرائعه التي ستقوم بها هذه الشركه. كما تشاهدون هذه هي خريطة التحديثات، يعني يقول لك في 25 سبتمبر يعني اليوم ستظهر يعني النسخة التجريبية للتطبيق الخاص بهذه الشركة، يعني تطبيق يكون متوفر للهواتف، هواتف الأندرويد والآيفون. كما تشاهدون يقول لك أيضا هنا في 30 أكتوبر يعني سنقوم بتنظيف السيستم، يعني سيقومون بحذف الأعضاء الغير النشيطين، يعني فهناك الكثير من الأشخاص يفتح حساب ولكن لا يقوم بالاستثمار، يعني الشركة ستقوم بحذف جميع هذه الأعضاء. إذا كنت يعني فتحت حساب في هذه الشركة فسارع للاستثمار، لأن الشركة قد تحذف حسابك نهائيا. هنا يقول لك في 10 أكتوبر سيصبح الدفع أوتوماتيكيا، يعني تطلب السحب يصلك، يعني أوتو ويذراو. كما تشاهدون هنا يقول يعني في 25 أكتوبر يعني ستصبح الموبيل أب، يعني التطبيق الخاص بالموقع، سيصبح ستابل يعني وسينشر في البلاي ستور أو يعني المتاجر الأخرى. كما تشاهدون كل شيء يقول لك يعني في 1 نوفمبر 2018 يعني سنقوم بوضع ليميت لعدد المشتركين في الموقع، يعني فقط سيضع ليميت لواحد مليون متسجل في الموقع، يعني ولن تستطيع فتح حساب يعني بعد 1 نوفمبر 2018، يعني ولهذا قمت بنشر هذا الفيديو. سارعوا يعني سارعوا ولا تفوتوا الفرصة، عليكم الآن بالتسجيل والاستثمار في الموقع قبل 1 نوفمبر 2018، لأن الشركة ستغلق التسجيلات. إذا عليكم
يعني الإسراع في التسجيل في هذه الشركة لكي لا تفوتوا الفرصة أمامكم. يعني كل شيء سيصبح جيد، سيصبح هناك تطبيق، سيصبح الأوتو ويضروا يعني السحب الأوتوماتيكي، كل شيء يعني سيصبح جيد جدا في هذه الشركة. إذا أعزائي المشاهدين لا تفوت الفرصة وقوموا بالتسجيل في الشركة وقوموا بالاستثمار. جميع الفيديوهات ستجدونها في هذه في قائمة التشغيل الخاصة يعني بكريبتو مينينج فارم، طريقة التسجيل، طريقة الاستثمار، طريقة السحب، كل شيء ستجدونه فقط يعني ورابط التسجيل في الشركة ستجدونها أسفل الفيديو في الديسكريبشن. هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن الدرس أعجبكم وأفادكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا على بلايك للفيديو، مشاركة الفيديو مع الجميع لتعم الفائدة، وخاصة لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.